Cari <تجزأ مادة الشعرية> <سئ Kel> studenti, benvenuti nel nostro programma di italiano di oggi. Mi fa piacere -ah> presentarvi questa puntata di oggi di italiano. اهلا وسهلا بكم اعزائي طالبي وطالبات الصف الثالث ثانوي في حلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء في ماده اللغه الايطاليه. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه الحلقات اللي احنا كملنا بداناها مع بعضنا الاسبوع الحلقه الماضيه اتكلمنا مع بعض في الحلقه السابقه عن نوع الاسم في اللغه الايطاليه وعرفنا ازاي اعرف ان الاسم ده ماسكيلي سينجولاري او فيمينيلي سينجولاري مفرد مذكر او مفرد مؤنث وازاي اعرف ان الاسم ده بلورالي جمع سواء فيمينيلي بلورالي او ماسكيلي بلورالي واتكلمنا بعديها كمان على لي ارتيكولي ادوات المعرفه وراجعنا في اخر الحلقه السابقه على جورني دي اللي هي ايام الاسبوع طبعا الحاجات دي كنا درسناها في سنه اولى وفي سنه تانية بس ضروري دي تبقى اساسيات معانا في ثالثه ثانوي علشان وارد جدا في القطعه يجي لنا يوم من ايام الاسبوع انا قابل لادوات التعريف فالحاجات دي لازم نكون عارفينها. النهارده في الحلقه الثانيه النهارده يعني هنراجع مع بعض زمن البريزنت اللي هو زمن المضارع في سنه ثالثه مطالبين احنا درسنا في سنه اولى زمن البريزنت وهنفتكره مع بعض النهارده ودرسنا في سنه تانيه زمن الباساتو بروسيمو زمن الماضي وفي سنه تالته في السنه دي هنراجع معا ندرس مع بعضنا زمن الفوتور سيمبلش الفوتور كومبوستو اللي هو زمن المستقبل البسيط وزمن المستقبل المركب فالاربع ازمنه دول لازم اكون عارفهم ودارسهم كويس جدا جدا علشان دي اللي بيتكتب بيها القطع في الامتحان وساعات بيجي عليها اسئله جراماتيكا تمام طيب؟, طيب هنشوف مع بعض ونفتكر مع بعضنا زمن البريزنت اللي هو زمن المضارع ونشوف تصريف الافعال وشكل الفعل في زمن البريزنت نبص مع بعض زمن ال بريزنت زمن المضارع تمام طيب نشوف مع بعضنا الافعال في اللغه الايطاليه اي فيربي عارفين ان الافعال في اللغه الايطاليه سونو سو ديفيزي جروب متقسمه لكام مجموعه لثلاث مجموعات اول مجموعه زي ما احنا شايفين على الشاشه بتنتهي باري بتنتهي ب إيه؟ باري زي في فيربو بارلاري يعني بارلاري يتكلم وفيربو كانتاري يعني كانتاري يغني دي اول مجموعه من الافعال في اللغه الايطاليه عندنا المجموعة الثانية من الأفعال بتنتهي بالنهاية إيري زي فيربو لجري لجري يعني يقرأ سكريفري يعني سكريفري يكتب طيب أفعال المجموعة الثالثة إزاي بعرفها؟ بتنتهي بالنهاية دي إيري زي فيربو بارتيري يرحل فيربو دورميري ينام تمام؟ طيب أي زمن لازم ناخده يا شباب لازم أعرف ثلاث حاجات فيه بالظبط يعني زمن البريزنت على سبيل المثال لازم اشوف تصريف الافعال الفيرب الريجولاري الافعال المنتظمه او شكلها وهنشوف دلوقتي شكل الافعال المنتظمه تاني حاجه اشوف الفيرب الريجولاري الافعال الشاذه في الزمن ده تالت حاجه في اي زمن جديد لازم ادرسه ادرس لباروليك يا في الكلمات الايه الداله وده اللي احنا هنشوفه مع بعض بعد شويه طيب نشوف دلوقتي نشوف تصريف الافعال في زمن المضارع زمن البريزنتي نشوف افعال المجموعه الاولى ازاي كنت بصرف فيربو ديل بريمو جروبو فيرب مجموعه اولى في زمن البريزنتي تعال نشوف مع بعضنا الضمائر نفتكرها الضمائر ايو يعني انا تو انت لوي هو لي هي نوى نحن فوي انتم لورو هم او هن طيب تعال كنا بنعمل ايه في تصريف الافعال عندنا فيربو مثلا زي فيربو كانتاري يغني فيربو مجموعه اولى عاوز اصرفه في زمن المضارع بنيجي بنشطب او بنمسح يا شباب كانشليامو ار بنمسح النهايه الاخيره ده الثلاث حروف ار ونبدا نحط مع كل ضمير النهايه بتاعته زي ايو كانتو يا يعني مع ايو بحط ايه او تو كانتي مع تو لازم نحط اللي. لتر إي لوي أو لي كانتا بنضع إيه؟ آه نوي كانتيامو يبقى مع نوي بنحط النهاية يامو فوي كانتاتي نحط النهاية إيه؟ آتي لورو كده يبقى إحنا صرفنا فعل مجموعة أولى في زمن البرزنتي تعالوا نشوف ناخد مثال لفعل مجموعة تانية زي فيربو legere، legere يعني إيه؟ يقرأ تعالوا نشوف النهايه بتاعته ايا لجو يبقى مع ايو بحط او برضو تو لجي مع تو بحط اي برضو النهايه بتاعت ايو تو متشابهه في المجموعه الثانيه والمجموعه الاولى لو لي ليجي حطينا حرف الاي نوي لجامو برضو حطينا النهايه ايه يامو فوي لجيتي حطينا ايتي لورو ليجونو هما وهن ايه يكرهون زي ما انتم شايفين يا شباب ان اه مع الضمير ايو والضمير تو والضمير نوي مع الثلاث ضماير دول في الثلاث مجموعات زي ما هنشوف دلوقتي النهايه بتاعتهم ثابته يعني مع ايو بنحط او مع تو اي مع نوي ايامو وده بيسهل علينا الايه المذاكره طيب نشوف نصرف فعل كده فيرب ريجولاري فعل من الافعال المنتظمه فيربو مجموعه ثالثه زي فيربو بارتيرا ليه مجموعه ثالثه علشان بينتهي بايره بالنهايه ايه ايره طيب نشوف نصرفه إيو بارتو تو بارتي لويو لي بارتي نوي بارتيامو فوي بارتيتي لورو بارتونو زي ما انتو شفتوا ان افعال المجموعه سواء مجموعه اولى تانيه تالته بيتشابهوا في النهايه مع الضمير إيو ومع الضمير تو ومع الضمير إيه؟ نوي بتختلف فقط مع لوي ولي وفوي ولورو فضروري جدا اعرف شكل الافعال في زمن البريزنت زمن المضارع علشان لما ندرس زمن الماضي وزمن المستقبل اعرف افرق واختار صح في الامتحان شكل الفعل طيب احنا إه دلوقتي خدنا اول حاجه قلت لكم اي زمن جديد لازم اكون عارف اي فيربي الافعال المنتظمه شكلها عامل ازاي تعالوا نشوف مع بعضنا الكوني فيربي ايريجولاري بعد الافعال الشاذه في زمن المضارع البريزنت نشوف كده فيربي ايريجولار لافعال الشاذه جايب لكم بعض الامثله المهمه جدا افعال درسناهم وبتيجي كتير في القطعه اول فعل معانا فيربو اسر اسر اون فيربو مولتو امبورتانتي فعل مهم جدا 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 لا غنى عنه طيب نفتكر مواضيع تصريفه ايو سونو انا اكون تو سي انت وانت تكون لوي اولي اي نوي سيامو voi, siete, loro, سونو طبعا ده ليه اسمه فيربو ايريجولاري؟ ليه فيربو شاذ؟ علشان لازم يتحفظ يعني انا ما جيتش مثلا حذفت ايري وحطيت النهايات بتاع النهايه بتاعت الافعال المنتظمه عشان كده يطلق عليه اون فيربو ايريجولاري يعني شكله مختلف غير النهايه بتاعت الافعال التانية فلازم نكون حافظينه علشان مهم جدا الفعل ده وبيستخدم في ازمنه كتير زي ما هنشوف ان شاء الله السنه دي. طيب Da verbo essere, non verbo teni, verbo avere, un altro verbo molto importante, che è il tenore di Giddon. Quando si tratta di avere, abbiamo io, o, tu, ai, lui, o lei, a, noi, abbiamo, voi, avete, loro, hanno. طبعا الفعل ده مهم جدا وكنا درسنا السؤال بتاعه لما اجي اسالك عندك كام سنه كنت بقول لك كوانت يعني اي عندك كام سنه ساعتها كنت بتقول اي او كوين او اي او سي انا عندي مثلا 15 سنه عندي 16 سنه نشوف فيربو إيريجولاري تاني فعل شاس تاني معانا فيربو فاري اون فيربو مولتو امبورتانتي فاري يعني فاري يفعل طيب نشوف تصريفه ايو فاتشو تو فاي lui o lei fa noi facciamo voi fate loro fanno تمام الفايدة بمعنى ايه يفعل او يعمل اقول لك مثلا io faccio il compito انا بعمل واجباتي وهكذا تمام نشوف افعال تانية verbo أندار يعني andare يعني يذهب تمام نشوف تصريفه طبعا كلها verb irregular io vado tu vai lui o lei va noi andiamo voi andate loro vanno e beh, cosa scrive il verbo e verbo andare. Nel verbo TENI, il contrario del verbo andare, lo axe, فعل andare verbo e verbo venire. cosa vuol dire venire? Mane e venire, yani يأتي. Io vengo, tu vieni. Lui o lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Quel da mane i Ciò che va bene, lo fai uscire, yani, uscire. Iachrug. Io esco, tu esci, lui o lei esce, noi usciamo, voi uscite. لورو اسكونو تمام؟ طيب كده احنا شفنا مع بعضنا تصريف الافعال في زمن البريزنت في زمن المضارع وشفنا فيربي ريجولاري الافعال المنتظمه وايه النهايات بتاعتها؟ وشفنا رقم اتنين الكوني فيرب إيريجولاري بعض الافعال الايه؟ الشاذه زي ما قلت لكم اي زمن جديد بندرسه لازم اكون عارف ثلاث حاجات اول حاجه شكل الفعل الافعال المنتظمه تاني حاجة يفير إيريجولاري الأفعال الشاذة تالت حاجة لبارولك يافي الكلمات الدالة ومهمة جدا 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 أكون عارف الكلمات الدالة علشان دي اللي هتحدد لي في الامتحان إيه أختار زمن البريزنت زمن المضارع ولا زمن الباصات والماضي ولا زمن الفتورة فالنهاردة احنا شغالين مع بعض على زمن البريزنت المضارع فتعالوا نشوف مع بعضنا لبارولك يافي إيه هي الكلمات الدالة اللي أول ما أشوفها أختار زمن البريزنت نشوف مع بعضنا لبارولي كيافي الكلمات الدالة زي ما احنا شايفين أول حاجة سمبر يعني سمبر دائما تاني كلمة سبيسو يبقى عندنا سمبر دائما سبيسو غالبا عندنا في كلمة اسمها أورا بتساويها أديسو يبقى سمبر سبيسو أورا أديسو طبعا أديسو يعني يعني الآن كلمة كلمة اوني بيو فترة زمنية يعني بيو فترة زمنية او بيو اون تيمبو اون بيريودو على سبيل المثال أقول لك اوني جورن يعني اوني جورن كل يوم اقول لك مثلا اوني ستيمانا كل اسبوع اوني ميزي كل شهر فدي بتدل على عادة اوني ميزي اوني ستيمانا اوني جورنو فده اول ما اشوفها لازم اجري اختار زمن الايه البريزنت تمام نكمل مع بعض الكلمات الدالة زي ما شفنا سامبري وسبيسو واورا واديسو واوني عندنا برضو في كلمه اسمها ايه توتي زي فتره زمنيه زي اقول لك توتي اي جورني كل الايام فاوني وتوتي زي بدول كده على عاده او حاجه بعملها كل فتره فدي من كلمات لباروليك يافي ديل بريزنتي دي من كلمات الدالة على زمن المضارع تمام زي ما شفنا تصريف الافعال والكلمات الداله تعالوا نشوف مع بعضنا نطبق عملي ونشوف الكوني زرشيتسي بعض التمارين على زمن البريزنت طيب قبل ما ننتقل لزمن البريزنت في حاجه كده بتلغوا قبل ما ننتقل للتمارين حاجه كده بتلغوا بعض الطلاب على سبيل المثال نشوف هنا لما يقول لك ايو إيه كارلو انا وكارلو في ناس ساعات متسرعين في الامتحان يشوفوا الضمير ايو فيجروا يختاروا النهايه او على طول مع ايو لا لما هنا ايو اي كارلو لو شفتوا ايو اي كارلو انا وكارلو طبعا كانها ضمير ايه كانها ضمير نوي نحن يبقى لو شفت ايو اي كارلو انا وكارلو كانها ايه نوي نحن طيب طب لو شفت مثلا تو اي كارلو على سبيل المثال انت وكارلو طبعا كانها ضمير ايه فوي اللي هي انتم فجر اختار تصريف الافعال مع الضمير ايه فوي طيب لو قال لك مثلا ماريو اي كارلو ماريو كارلو احمد ومحمد مثلا على سبيل المثال يبقى لو لقيت اي اسمين كده كانه الضمير ايه لورو هما طيب رقم اربعه مثلا لو شفت لي او شفت اي راجاتسي لي اميتشي اي بادري لو شفت كلمه جمع يا شباب لي ستودنتي اعتبرها برضو ضمير لورو واختار تصريف الفعل مع لورو نمرو 5 تمام أه رقم ماريو على سبيل المثال ماريو هنا رقم خمسه مفرد مذكر تمام ماريو اعتبره ضمير ايه لوي لوي يعني هو تمثيل لو شفنا مثلا ماريا ماريا كانها لي هي يبقى ماريا اختار تصريف الفعل مع لي طب لو شفنا مثلا التركيبه ديت ماريو فيرجولا ماريو بعديها فاصله يا شباب كده اعتبرها كانه الضمير تو عشان الفيرجولا دي بتعني ايه بتعني ان الشخص واقف قدامي يعني انا بكلمه يبقى ماريو بعديه فيرجولا كانه واقف قدامي فاقول له انت تو تمام نرد ragazzi virgola ragazzi virgola تمام راجاتسي وفيرجولا هنشوف كانها فوي طبعا راجاتسي جمع لي في في اسم جمع يبقى ناس كتير بكلمه يبقى فوي تمام نومرو 9. برضو لو شفت ماريو ايكارلو فيرجولا ماريو وكارلو بعديها فاصله كانها ايه فوي تمام نومرو ديتشي طيب طيب في مكالمه معانا في الو برونتو برونتو الو 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 اتفضل معايا الو الو ايوه اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام اسمك ايه محمد معايا اهلا وسهلا محمد تفضل يا محمد اسال إذا في خطا في الاتصال. طيب نكمل مع بعضنا لغايه ما محمد يحاول الاتصال بينا مره تانية تمام؟ آه نرجع تاني للبرزنتيشن للحلقه. نبص هنا مع نكمل بقيه البرزنتيشن، طبعا نستقبل اتصالاتكم اي اسئله اي حاجه يا شباب اسالوا آه فرصه اللي احنا مع بعضنا على مدار ساعه في اي اسئله اسالوا مع بعض تمام نمرة دي اتشي رقم عشرة لو شفنا مثلا سينيور او بروف بعدها فيرجولا تمام اعتبرها ضمير لي حضرتك هنا لي مش جايه بمعنى هي تمام طيب في اتصال معانا الو الو برونتو طيب يظهر في مشكله برضو في الاتصال طيب يبقى لو شفنا سينيور وبروف وبعديه فيرجولا يا شباب كده اعتبرها لي وهنا ليه جايه بمعنى حضرتك مش جايه بمعنى هي في اللغه الايطاليه لما يكون في شخص كبير قدامي سينيوري بروفيسوري او دكتوري بكلمه بصيغه او تصريف الافعال مع الضمير ايه؟ مع الضمير لي تمام؟ طيب نشوف بعض التمارين على زمن البريزنت اللي احنا لسه دارسينه دلوقتي ومراجعين عليه بيقول لنا هنا دي سوليتو عاده نوي ايفوميتي يا ترى جيتي leggiamo, leggo. طبعا دي سوليتو عادة كلمات اللي باروليك يافيد البريزنت الكلمات ده على من المضارع مع نوي بختار النهاية ايه؟ لسه مراجعينها حالا مع بعض طبعا مع نوي بختار ايامو عشان كده نوي ليجامو يفوميتي يفوميتي اللي هي القصص المصورة تمام؟ نمرو دو جوليا تانتي مساجي طيب جوليا هنا يا ترى اختار ماندو ولا ماندا والله ما عندي لسه قلنا لجوليا كانها الضمير لي هي فجر يختار النهايه اللي مع الضمير لي لو فاكرين هتبقى ايه ماندا جوليا ماندا تانتي ميساجي ميساجي اللي هي ايه رسائل نمبر 3 كيارا لا ليزيوني ناخد بالنا ده سؤال كيارا وشايفين الفيرجولا اللي هي الفاصله كيارا لا ليزيوني الفاصله دي معناها ان كيارا واقفه قدامي يبقى كانها يا شباب Tu, enti, enti e becchellemi che e bevi a studiare o alla studi o alla studia, tava anche ora, studi la lezione, entità e becchellemi che le cherei, 4, Numero quattro. Biolena Carlo e Paolo i compiti, il lui agibet. E allora, e allora, e allora, e طبعا كارلو وباولو زي لسه شايفين كانهم ضمير يا شباب كانهم ضمير لورو يبقى اختار تصريف الفعل هنا اللي مع لورو يا ترى فاي ولا فانو ولا فا طبعا لسه شايفين من شويه اللي هي ايه فانو كارلو اي باولو فانو اي كومبيتي كارلو و باولو بيعملوا الايه الواجبات تمام نمبر 5 بيقول لنا دينو وفيرجولا دينو بعديه فاصله برضو لو ملاحظين كون سارا اسكولا يا ترى فا ولا فادو ولا فاي طيب هنا دينو في فيرجولا يبقى كانه الضمير تو واقف قدامي يبقى اختار تصريف الفعل اللي مع تو اللي هو فاي ناخد بالنا كويس جدا يا شباب واحنا بنحل ال... يا ترى في فيرجولا في فاصله ولا لا عشان لو هنا لو ما فيش فيرجولا على سبيل المثال كان هيبقى هو غائب فكنت هختار دينو فا اول اختيار لو ما كانش فيه الايه الفيرجولا فنركز جدا واحنا بنحل الاسئله numero 6 بيقولين يا ragazzi a giocare a calcio طيب فينا طبعا ايه في فيرجولا يا ترى vengono vieni venite اه هنا معناه فيرجولا دي برضو ان الأيه ragazzi الاولاد واقفين قدامي بكلمهم يبقى كانها الضمير voi علشان كده اختار تصريف الفعل مع voi اللي هو الاختيار رقم 3 ragazzi venite تمام نشوف مع بعض نمر 6 بلنا سينيوري كوي يا ترى ابيتي ابيتاتي ابيتا طبعا سينيوري صيغة احترام كانها الضمير لي فان هي بتاعت زمن المضارع اللي بختارها مع الضمير لي طبعا رقم ثلاثه اللي هي ابيتا كوي سينيوري ابيتا كوي ابيتا يعني هل تسكن هنا كوي يعني هنا وابيتا يعني يسكن فيربو ابيتاري نمرو 8 تو <applause> اي <applause> ماريو انت وماريو موزيكا راب اسمعوا الموسيقى راب يا ترى اسكولتي اسكولتاتي اسكولتانو طيب تو اي طيب ماريو انت وماريو طبعا في بعض الطلاب المتسرعين يشوفوا الضمير تو فيجروا يختاروا ايه النهايه اللي مع تو اللي هي مثلا اول واحده اسكولتي لا لازم اقرا الجمله كويس جدا لاخرها قال لك هنا تو اي كار اي ماريو انت وماريو يبقى اكيد كانها ضمير ايه كانها ضمير فوي انتم فإن النهاية اللي مع الضمير فوي في الزمن البريزنت طبعاً أسكولتاتي فنركز ونقرأ الجملة كويس جدا يا شباب في الامتحان تمام؟ نمر نوفي طيب نشوف مع بعض كده في اتصال طيب نرجع مع بعضنا نوفي كيارا اليسيا كيارا اليسيا فيرجولا طيب نركز مع بعض دي جات في دي عشان دي جت في امتحان من الامتحانات في عام 2016 نفس تركيبة الجملة ديت كيارا اليسيا وفيرجولا كيارا واليسيا فيرجو طبعا كانه الضمير ايه كانه الضمير فوي ناخد بالنا ان هنا مش هما كيارا واليسيا وبعديها فيرجولا ده معناه ان كيارا واليسيا ايه قدامي يا ترى اقول سيتي أرجنتيني سونو ارجنتيني سيامو ارجنتيني طبعا تبقى ايه سيتي ارجنتيني تمام طيب نمرو دي رقم 10 يقول لنا لي اميتشي لا سيرا يا ترى إيشي؟ اسكونو اوشامو طبعا هنا الياميتش الاصدقاء جمع وزي ما اتفقنا اي حاجه جمع طبعا كانها ضمير ايه كانها ضمير لورو فاختار تصريف الفعل مع لورو اللي هو ايه اسكونو رقم 2 اسكونو لا سيرا طيب أونديشي رقم 11 اوجي اوجي يعني النهارده من الكلمات الداله برضو على زمن البريزنت يقول لك ايو يا إي باولو انا وباولو دا ايطاليا ناخد بالنا برضو ارجع اقول ان في طلاب بيبصوا على الضمير ايو ويجري يختاروا مثلا اول اختيار اللي هو فينجو لا بيقول لك هنا إيو, ايو اي Paolo. انا وباولو يا ترى فينجو فينيامو فينيتي طبعا تبقى ايه فينيامو دالايطاليا ايو اي باولو فينيامو دالايطاليا يعني انا اتي من ايطاليا رقم 12 دوديتشي اميتشي كواندو لينسينيانتي يا ترى ريفيديتي ريفيدونو ريفيدي طبعا اميتشي هنا وبعديها فيرجولا برضو كانها الضميري ايه فوي فاختار ان هي اللي مع فوي اللي هي ايه ريفيديتي شوف تمرين تاني تريديتشي رقم 13 ماريو اي باولو اون ريجالو طبعا ريجالو يعني هديه ماريو اي باولو اوفريتي اوفري اوفرونو طبعا ماريو اي باولو كانهم الضمير لورو فايه تصريف الفعل مع الضمير لورو اللي موجود هنا طبعا افرنو لو رقم 3 14 هنا ايو الياميتشي انا والاصدقاء ان بيتسيرية طبعا بيتسيريا اللي هو محل البيتزا تمام يا ترى مانجامو مانجاتي مانجانو طبعا ايو الياميتشي كان ضمير نوي فاجري اختار مانجامو تمام تمام الاجابه ايه مانجامو هنا بروف بيركي نون اوجي طبعا بروف وفيرجولا لسه قايلين ليها صيغه احترام بيركي اداه استفهام معنا لماذا نون اوجي طبعا نون فييني ولا فينجو ولا فييني طبعا لازم احترمه صيغه احترام وصيغه احترام في اللغه الايطاليه اللي هي ايه الضمير لي فييني تمام كده يبقى خلصنا مع بعض اول جزء معانا في الحلقه وهو زمن البريزنت كده خلصنا مع بعضنا زمن البريزنت ورجعنا عليه وشفنا ايفيربي ريجولاري الافعال المنتظمه وشفنا ايفيربي ايريجولاري الافعال الشاذه وشفنا مع بعضنا اللي باروليك يافي الكلمات الداله على زمن البريزنتي تمام وبعديها حلينا مع بعض الكوني زرشيتسي بعض التمارين تمام طيب دلوقتي برضو جايب لكم اه النهاردة لازم نراجع لحاجات مهمة جدا هننتقل لجزء تاني من الحلقة وهي أساسيات مهمة جدا زي ما راجعنا الحلقة اللي فاتت على إيجورن للاستمانة على أيام الأسبوع النهاردة هنراجع مع بعض إيميزي دلانو شهور السنة وبعد ما نخلص شهور السنة هنفتكر مع بعض برضو إينومري اللي هي الأرقام فكل دي أساسيات لازم تكون معانا في سنة تالتة إن شاء الله طيب نشوف مع بعضنا دلوقتي إيميزي دلانو نقراهم وبعد ما نخلص قرايه نتفرج على فيديو بيتكلم عن ايميزي ديلانو نتفرج مع بعض الاول او نشوف الاول على السلايد نفتكر ايميزي ديلانو تعالوا نقراهم مع بعض وبعديها نشوف او نتفرج مع بعض على الفيديو ايميزي ديلانو اللي هي ايه شهور السنه اول شهر هو إيه؟ جنايو يناير فبرايو فبراير مارسو marzo aprile mese aprile maggio maggio giugno giugno luglio luglio agosto agosto settembre settembre ottobre ottobre novembre novembre dicembre dicembre ديسمبر تمام لازم نراجع عليهم لازم نراجع عليهم كويس جدا 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 يا شباب تمام تعالوا نتفرج كده على فيديو مدته دقيقه بيتكلم على ايميزي ديلانا تمام اتفرج مع بعض على الفيديو تمام نرجع مع بعضنا يا شباب بعد ما شفنا الفيديو والنطق الصح لا لابل... برونونشا دي ميز دي شهور السنه آه كده يبقى راجعنا مع بعض ايميز دي لانو شهور السنه وفي الحلقه السابقه الجورن دي لاستيمانا تعالوا ننتقل لحاجه مهمه جدا وهي انومري هي الارقام انومري الارقام مهمه جدا علشان بيجي عليها افكار في القطعه ولو حليتوا امتحان 2017 جه برضو فكره في القطعه على الارقام تمام فلازم نكون عارفين جدا ومذاكرين كويس ايه تعالوا نفتكرها مع بعضنا، الأرقام اللي إحنا درسناها في في الأعوام السابقة، نشوف كده اي نبص مع بعضنا هنا. ايه نمري؟ 1 2 3 4 5 6

19 20 تمام زي ما انتم شايفين الارقام من 1، لغايه 10 او لغايه 20 لازم تتحفظ لازم ايه تتحفظ ومن اون دي تشي من رقم 11 رقم دي بنثبت ايه زي اون دي تشي 12 13 14 زي ما احنا شايفين المقطع دي تشي ثابت تمام وبيجي في دي تش ست من اول 17 بنعكس، تمام طيب بعد ما رجعنا الارقام كويس جدا وحفظناهم مع بعضنا ولازم لازم نحفظهم علشان بيجي عليها افكار في القطع زي ما انتم متعودين في الصف الاول والثاني الثانوي قابلنا قطع كتير كان بيسال على فكره الارقام طيب تعالوا نشوف مع بعضنا نتفرج على فيديو آه الايه انومري الارقام نشوف فيديو بيتكلم على الارقام من واحد ل 10 وبعديها فيديو صغير تاني بيعد الارقام من واحد ل 20 تعالوا نتفرج مع بعض كده شفنا الارقام وحفظناهم الارقام من واحد ل 10 تمام تعالوا نشوفوا فيديو, فيديو تاني صغير بيعدي من ارقام دالونا فينتي من واحد ل 20 تمام نشوف مع بعض تمام طيب. زي ما شفنا يا شباب الارقام لازم ايه لازم تتحفظ وتراجع كويس جدا نجينا مع بعضنا على اي نومري اي دي شهور السنه الجورن دي في الحلقه السابقه والزمن البريزنت في الحلقة دي طيب تعالوا نشوف مع بعضنا حاجة تانية برضو مهمة جدا لازم ايه نراجعها مع بعض لانتروجاتيفي يعني ايه اللي هي ادوات الاستفهام لازم اكون حافظ برضو كويس جدا ادوات الاستفهام ليه علشان احنا عارفين ان اول سؤال في الامتحان بيجي لنا برانو قطعة عليها ست اختيارات والسؤال التاني في الامتحان قطعة عليها ستة فيرو فال صح وغلط فاكيد في القطعتين الاقي اداه استفهام يقول لك مثلا دوفي اين كواندو متى بيركي لماذا فالحاجات دي هتقابلنا وبرضو في الايميل اللي هو عباره عن ثلاث اسئله فبرضو لازم يكون بتبدا بادوات الاستفهام تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الانتروجاتيف اللي هي ادوات الاستفهام اول حاجه عندنا ايه كي كي بمعنى من تاني حاجه كون كي كون كي يعني كون كي معنى مع من دي كي دي كي يعني دي كي لمن لمن هذا الشيء تمام طبعا كي يكون كي ودي كي اكيد في الاجابه يكون طالب مني في الاغلب اسم شخص كومي 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 يعني كيف اقول لك مثلا كومي فاي اسكولا كيف تذهب الى المدرسه تقول يو فادو ان ان ماكينا يو فادو ان ترينو بذهب بالقطار او بذهب بالعربيه تمام كواندو طيب نيجي هنا في كواندو كواندو اوقات استفهام بمعنى متى كواندو بمعنى متى طيب ايه عندما دي يا شباب لو شفناها في وسط القطعه تترجم بمعنى عندما يبقى كواندو بمعنى متى لو اداه استفهام لو في نص الكلام او في القطعه ترجمه بمعنى ايه عندما طيب عندي اداه استفهام ثانيه اسمها كيكوزا او كوزا او كي الثلاثه بيساووا بعض والثلاثه بمعنى ايه ماذا بيسال عن شيء يقول لك مثلا كيكوزا مانجي ماذا تأكل؟ تو لا بيتزا. كوزا ستودي؟ ماذا تذاكر؟ يو ستوديو ليتاليانو بدرس الايه؟ او بذاكر الايطالي. هات استفهام ثانية مهمة جدا. بيركي. بيركي يعني ايه بيركي؟ لماذا؟ بيركي لماذا؟ طب لو جت في نص الكلام بتيجي بمعنى لأن زي بالانجلش كده بالظبط. بيكوز وواي. يبقى بيركي لماذا لو اديت استفهام لان لو في نص القطعه كوانتو بمعنى ايه كم وطبعا كوانتو من الاداه الاستفهام اللي بتتغير يعني ايه ممكن اشوفها كوانتو كوانتي كوانتي حسب الشيء اللي بيسال عنه مفرد مذكر ولا جمع مذكر ولا جمع ايه مؤنث وكوانتو فاكرين من سؤال بتاع سنه اولى اللي هو ايه كوانتي اني اي كم عمرك عندك كم سنه برضو يبقى يعني كم دوفي دوفي دوفي, دوفي يعني أين أكيد بيسأل عن مكان ففي الإجابة يكون مطالب بمكان دي دوفي دي دوفي دي دوفي يعني من أين أجي أقول لك مثلا دي دوفي سي أنت منين تقول مثلا يو سونو دي جيتو يو سونو إيطاليانو وهكذا طيب كوالي أو كوالي طبعا كوالي الأولى ما أو أي للمفرد لما أجي أسأل حاجة مفرد كوالي ما أو أي لل جمع تمام اقول لك مثلا كوالي استرومنتي الادوات الموسيقيه اللي انت ايه بتعزفها نيجي سؤال مهم مهمين جدا خدناهم في سنه أه اولى وثانيه اكي اورا يعني اكي اورا في اي ساعه او كون كوالي ميتسو باي وسيله مواصلات يبقى لما اقول لك أه سؤال بتاع كومي فيا سكولا او ممكن اقول لك كون كوالي ميتسو فيا سكولا باي وسيله مواصلات بتذهب للمدرسه طبعا اقول مثلا ان ترينو ان ماكينه وهكذا تمام كده شفنا مع بعضنا لينتر اللي, اللي هي ادوات الاستفهام تمام؟ ننتقل لاخر حاجه معانا النهارده حاجه درسناها برضو في الصف الثاني الثانوي الفرق بين تشي وتشيسونو عندنا في اللغه الايطاليه حاجه اسمها تشي وتشيسونو ايه تشي وتشيسونو؟ الاثنين معناه يا شباب يوجد تشي بمعنى يوجد وتشيسونو بمعنى يوجد طب ايه الفرق ما بينهم في اللغه الايطاليه هنشوف مع بعض دلوقتي اول حاجه ان تشي بيجي بعديه سينغولاري يعني سينغولاري مفرد اقول لك مثلا سول تافولو على الترابيزه أو على المنضده تشي اول ليبرو سول تافولو تشي اول ليبرو على الترابيزه يوجد كتاب تمام ليه هنا حطينا تشي عشان كلمه ليبرو مفرد مذكر او مفرد عامه يعني تمام طيب تشي سونو انت بستخدمها لما يجي بعديها بلورالي يعني بلورالي جمع زي المثال تحتيه يقول لك سول تافولو تشي سونو دو ليبري سول تافولو تشي سونو ليبري على المنضدة يوجد كتابين زي ما احنا شايفين في المثال الأول جه بعد تشي والليبرو كتاب مفرد في المثال الثاني جه بعد تشي سونو due ليبري اللي هو جمع تمام فدول مهمين جدا عشان بيقابلونا برضو يا شباب واحنا ايه بنحل فدي كلها اساسيات من اساسيات الصف الاول والثاني الثانوي تمام ننتقل بقى ليزرشيتس التمارين اللي عندنا على تشوي تشي تشيسون نشوف بعض الجمل البسيطه كده بيقول هنا اروما لا فونتانا دي تريفي طبعا لا فونتانا فونتانا مشهوره جدا اللي هي النافوره تريفي من معالم او الاثريه المشهوره في ايطاليا موجوده في روما يا ترى اختار تشي ولا تشيسونو؟ ولا ايه؟ طبعا اختار تشي ولا تشيسونو زي ما اتفقنا على اساس الاسم اللي بعد النقط نشوف لا فونتانا يا ترى ده مفرد ولا جمع؟ طبعا لافونتانا فونتانا مفرد مؤنث وعلمتكم يا شباب اللي انا ممكن اعرف نوع الاسم من اخر حرف او من اداه التعريف زي ما احنا شايفين كده الله اداه تعريف بتاعت المفرد المؤنث علشان كده اجري اختار ايه؟ تشي اروما تشي لا دي تريفي تمام؟ طيب، شوف التمرين رقم 2، يقول لك: "نيلا تشيتا في المدينة تانتي مونومنتي، تانتي مونومنتي" يعني آثار كثيرة، طيب، يا ترى اختار شي ولا تشيسونو ولا إيه؟ نبص هنا بعد النوع، قال لنا هنا: "تانتي" بالإي، يبقى أكيد دي جمع مذكر، فاختار تشي ولا تشيسونو؟ طبعًا أختار تشيسونو، علشان تشيسونو بتيجي مع الجمع. نلا شيتا في المدينة يوجد تشيسونو، تانتي مونومينتي، آثار كثيرة، تمام؟ نمرو تري، أون جيلاتو نيل فريجو، طيب، أون جيلاتو آيس كريم نيل فريجو، فريجو ليا، تلاجة، يا ترى شوف، تشي ولا تشيسونو ولا إيه؟ طبعاً على أساس اللي بعد إن هو تقلنا هنا، أون جيلاتو، طبعاً أون جيلاتو مفرد مذكر، يا ترى اختار تشي ولا تشيسونو؟ طبعاً اختار تشي. زي ما احنا شايفين الإجابة تشي تمام؟ ان كلاس في الفصل مولتي ستودينتي طلاب كثيرين يا ترى اختار تشي تشيسونو إيه؟ طيب نبص كده بعد نوت مولتي ستودينتي طبعا مولتي جمع فأختار إيه؟ تشيسونو وفي ملحوظة كمان يا شباب على كلمة مولتي مولتي يعني كثيرا هنا جاية بالإي فأختار تشيسونو طب لو شفتها مثلا مولتو بالاو او مولتا بحرف الاه محدش يختار تشيسون يعني في ناس للاسف بيترجموه يقول لك ايه ده مولتو بالاو ايه ده يعني كثير فنجري يختار تشيسونو جمع لا مولتو لو بالاو او بالاه اعتبرها مفرد او أختار تشي معاها أختار تشي مولتو تمام يا يعني ما اختارش تشيسونو الا لما اشوف مثلا ان هي بتاعت مع مولتي او مولتي ان هي بتاعت الجمع المذكر او إنها هي بتاعت الجمع الايه المؤنث تمام يا شباب طيب بكده يكون احنا راجعنا النهارده على مجموعة من الدروس المهمة جدا 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 اه اللي احنا درسناها في الصف الأول والثاني الثانوي وطبعا دي مكملة معانا ومطالبين بيها في الصف الثالث الثانوي رجعنا في بداية الحركة عن البريزنت زمن المضارع وشفنا ازاي تصريف فيرب ريجولاري الأفعال المنتظمة وشفنا تصريف فيرب ريجولاري الأفعال الشاذة والأفعال الشاذة مش لازم بس أحفظها أو أذاكرها علشان اختيار الجراماتيكا لا لازم برضو اعرف معناها كويس جدا علشان في القطيعتين لما يقول لي مثلا ماريو فا اسكولا يبقى اعرف يعني فا فا يعني يذهب او مثلا راجاتسي فينجونو دالايطاليا راجاتسي بيعودوا من ايطاليا يبقى اعرف يعني ايه فينجونو فتصريفي فيربي ريجولاري لازم اكون عارف معناهم برضو خدنا بعديها زمن البريزنتي درسنا اه لي كياف الكلمات الداله وشفنا بعضنا الكلمات تدلع على زمن البريزنت زي سمبر سبيس واورا واديس واوني وتوتي فالكلمات دي هتفيدنا جدا 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 علشان لما ندرس ان شاء الله ونشوف الحلقه القادمه هندرس زمن المستقبل فلما جيلك في الاختيار زمن المستقبل وزمن البريزنت زمن المضارع اختار مين فيهم؟ طبعا لازم ادور على اللي بارول كيافي ادور على الكلمه تدلع فلو لقيت كلمه على زمن البريزنت اختار تصريف الفعل في البريزنت ولو لقيت كلمه ده على زمن الفطوره وان شاء الله ناخد الحصه الجايه الحلقه الجايه واجيب لكم برضو الكلمات الداله على, على زمن البريزنت تمام بعديها شفنا مع بعضنا رجعنا ايميزي دل عنه شهور السنه وشهور السنه مش يعني درسناها خلاص في سنه ثانيه او في سنه اولى خلاص مش محتاجينها في ثالثه لا مكملة معانا عشان أرجع وأقول أكيد أتقابلنا في الإمتحان في القطع مثلاً أو إحنا بنحل جنايو فبراير سبتمبر يبقى أنت عارف ده شهر من شهور الإيه السنة تمام ورجعنا بعديها على إنوميري اللي هي الأرقام أونو دو تري وشوفنا فيديو من أونو لغاية فينتي رجعنا الأرقام رقم واحد رقم 20 علشان برضو بيجي عليها أفكار وأسئلة كتيرة جداً في سؤال القطع وزي ما هنحل امتحان 2017 جالهم برضو سؤال او فكره في الارقام اي فمهمين جدا اي نمري ورجعنا بعديها شفنا مع بعض الانتروجاتيفي اللي هي ادوات الاستفهام للاسف في بعض الطلاب حتى الان مش عارفين مثلا معنى كلمه كي يعني من او كلمه دوفي اين لا زي ما انا حافظ ادوات الاستفهام في اللغه الانجليزيه كويس جدا لازم اكون حافظها في اللغه الايطاليه علشان بتوقف عليها حل اسئله ورجعنا بعدها على الفرق بين تشي وان شاء الله الحلقه القادمه هنشوف مع بعضنا اول وحده في الصف الثاني الثانوي وزمن الفطوره ونشوف الكلمات بتاعت الوحده واتمنى ان الحلقه النهارده كانت مفيده بالنسبه لكم وان شاء الله اشوفكم على خير الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته